الدخان كما هو معروف محرم، ولا ينظر إلى الأقوال الأخرى التي تقلل من شأن هذا الدخان، كقول من يقول هو مكروه، أو قول من يقول ممن أدخل عقله فقال إن لم يضر باقتصاد الإنسان أو بمعيشته أو معيشة أهله فإنه لا بأس بذلك. فكل هذه أقوال منها ما فيه عقليات ومنها ما فيه هوى، ولا شك أن الدخان من نظر إليه ونظر إلى النصوص الشرعية وإلى القواعد الشرعية حكم حكما يقينيا بلا مرية ولا شك من أنه محرم. الله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أنه من المستخبثات. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، وثبت عن طريق الطب أنه مضر. الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو سبب لهلاك بعض أعضاء الإنسان كرئته وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن في هذا ما فيه من المضرة على الإنسان المدخن نفسه وعلى الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا فيه إضاعة للمال من غير ما فائدة، كيف يحرق ماله ويحرق نفسه؟ فخمسة ريالات أو عشرة ريالات أو ما شابه ذلك، هذه لما يشتري بها هذا الدخان إحراق لهذا المال. إذن من الضروريات التي أوجب الإسلام أن تحفظ ماذا؟ المال. الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وبه أذية على من يجالسه من أصحابه ممن ابتلي به ممن لا غنية له عن المكث معه، كما يكون في وظيفة أو في دائرة أو في ما شابه ذلك، قد يكون خلاص من هؤلاء صعب وعسير. الإضرار والأذية بالأهل بالأطفال بالمرأة، الإضرار بالمجتمع. فمن نظر إلى أمر هذا الدخان لا يشك أحد في تحريمه وما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد. وأيضا وهذا متفق عليه من حيث العرف أنه بوابة لشرور أخرى، فالشاب الذي يقع في الدخان ذريعة له إلى أن يقع فيما هو أعظم كالمخدرات أو الحبوب المخدرة وما شابه ذلك، حتى هي بوابة للكبار أن يقعوا في مثل هذه الأشياء. ومثل الدخان في الحكم مثل الدخان في الحكم الشيشة، هي ولذلك بعضهم يصفوها بأوصاف للأسف يسمونها بالمعسل، وهناك نكهات لها كما يقولون معسل من باب ماذا؟ الترويج لها والتهويم من شأنها. وهذا شبيه وإن كان لا يصدق من حيث الصورة، شبيه بتحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وإن كانت الشيشة لا تبلغ درجة
الخمر في التحريم، لا، لكن انظر كيف جعلوا هذه الشيشة بهذا الاسم بهذا الوصف المعسل، ولا أدري هل هناك أسماء أخرى لها أم لا. ها؟ أرجيلة، أرجيلة معناها ها؟ فهذه أيضا لا تجوز، حتى يقال إن هناك دخانا للأثرياء للطبقة العليا كما يقال، ويشترى بأثمان باهظة. فشاهد من هذا أنه كما يقال من أنه والله يضاف له مثلا روثة حيوانات، مثلا بغال حمير ولا ما شابه ذلك من هذه الحيوانات التي روثها نجس فخلطت به، فإنه يكون نجسا وبالتالي فإن الصلاة تصح. لكن إن كانت أصوله وإضافاته أنها طاهرة ليس بها ما هو نجس ولم يخلط بنجاسة فالصلاة صحيحة مع أنه آثم، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن في مثل هذا من الضرر عليهم في دينهم وفي أموالهم وفي صحتهم وعلى مجتمعهم ممن يعاشرون ويجالسون من أصحاب أو أبناء أو زوجات، فيه من الضرر ما الله به عليم. ونسأل الله للجميع الهداية.